خلينا نروح لظافر البكري من نقطة فرز الهدى. يسعد مساك يا ظافر. ومساك أخوي فيصل، أحييكم من نقطة الفرز الأمني بطريق الهدى مكة، حيث يتم من خلالها فرز المركبات القادمة إلى مكة المكرمة والمصرح لها بالدخول مكة المكرمة والمشاعر، وذلك ضمن الخطة الأمنية في تنظيم حركة الدخول والخروج من قبل رجال المرور، وكما تشاهدونهم خلفي يقومون بالتشييك على المركبات والتأكد من التصاريح المخولة لهم، كما يوجد على يمين النقطة ساحة مخصصة لوقوف المركبات والغير المصرح لهم بالوقوف فيها، وهي تتسع لقرابة 7000 مركبة. وكما تلاحظون أن في النقطة الأمنية تعدد المسارات، وذلك لأجل امتصاص الحركة المرورية. الجميع هنا يعملون هنا بتنسيق وتنظيم وبروح فريق واحد، الجميع هنا يتواجدون لخدمة ضيوف الرحمن. هذا ما كان لدي أخوي فيصل. شكرا للزميل ظافر البكري، يعطيك العافية.